تحياتي للجميع. بعض المعلومات اللي ممكن بعضها يكون صادم عن موضوع المكملات الغذائية الطبيعية. المكملات المقصود فيها الفيتامينات من فيتامين سي، من فيتامينات بي، من فيتامين ك، من فيتامين دال 3، أو المعادن من بوتاسيوم، من مغنيسيوم، من معادن تانية. في عنا مضادات الأكسدة القوية، كمان هذه تعتبر من المكملات. مضادات الشيخوخة القوية من المكملات. الأعشاب المركزة والمستخلص الملخص تاعها والمادة الفعالة فيها كمان توضع في المكملات. فهذا هو سوق المكملات، اللي هو السوق رقم 2 بعد سوق الأدوية. وكمان ممكن انه يوصل لمرحلة انه يصير بالتوازي من ناحية مبيعات مع سوق الأدوية. المكملات الغذائية من اسمها مكملات غذائية، يعني هو عناصر غذائية بنحتاجها موجودة بشكل مركز. هذه المكملات، والمكملات ليست علاج، ليست أدوية، لا تعالج المرض ولا تشافي الأمراض. الأمراض بدها أدوية، ما بدها مكملات. المكملات بتسرع من عملية التشافي، بتقوي الأعصاب، بتقوي العظام، بتقوي، بس مش بتعالج. العلاج بده أدوية، يا إما طبيعية أو أدوية كيماوية، بس أدوية يعني قوية. بالنسبة لسعر المكملات، السعر التقريبي أي مكمل في أمريكا أو كندا 30 دولار. هذا السعر أنتوا لما تروحوا على الصيدلية أو على أي محل وتشتروا علبة مكملات فيها 60 حبة، الأفريج برايس 30 دولار أو 30 دولار كندي، يعني بجوز 20 دولار أمريكي. السعر الهول سيل خلينا نقول، اللي هو البراند نيم، بيشتري من المصنع عشان يبيعه، بيكون تقريبا 17-18-19 دولار، يعني في مربح 30%. البراند نيم واللي بيبيع بالجملة بيشتري من المصنع ب 17 ويبيعه في المحلات تاعته في 30. المصنع تكلفة الإنتاج هذا المنتج اللي هو يباع في السوق ب 30 دولار، تكلفته على المصنع 4 دولار، 4-3 دولار، 4-3 دولار. هذا منطبق على كل المكملات، كل أنواع المكملات. المصنع على هذه المكملات، يعني أي شخص بده يبيع مكملات أو في كندا صعب كتير إنه يأخذ التراخيص وإنه يبيع المكملات، ولازم يدفع فلوس كتير عشان يبيع المكملات. عشان هيك سعرها أغلى، ونوعا ما جودتها بتكون مراقبة أفضل. بينما في أمريكا سهل إنه تباع وتنتج وما في رقابة، وكمان الحجم، السوق الكندي 10% من السوق الأمريكي، 10% فقط. فالسوق الأمريكي سوق أكبر بكتير للمكملات من السوق الكندي. السوق الكندي معقد جدا في الإنتاج وفي التصنيع وفي التراخيص، ومن هنا بتيجي الأسعار أعلى. المعلومة كمان اللي هي حتصدمكم شوية، إنه موضوع الغش في إنتاج المكملات موجود بنسبة 95%.
الغش يعني انه المصرع عليه من المركبات اللي موجودة على العلبة، اي مكمل لازم يكون على العلبة كل هذه المكونات اللي موجودة ونسبتها والمصدر وكل هاي الامور، لا يتطابق مع اللي موجود، وهذا بعد فحص طبعا وابحاث. ف 95% في غش. هلا بنيجي للمواد الخام، هذه كمان حتصدمكم. المواد الخام كلها تاعت المكملات بغض النظر 95% منها جاي من الصين، 95% منها جاي من الصين، بس مش من اي مصنع من الصين، مش من اي مصنع من الصين. يعني اي واحد بده يعمل مصنع في كندا لتصنيع المكملات الغذائية، اي واحد ممكن ياخذ رخصة لمصنع مكملات غذائية، ما بده اي حتى كشف او اي، بس مجرد 10,000 دولار مع بعض المعلومات والاوراق، وهيك بتحصل على رخصة انك تستورد من هذه المصانع اللي موجودة بالصين، وانت فقط في كندا تعبي وبتصير صناعة كندية تحت الرقابة الكندية. حقيقة ما في رقابة لا في امريكا ولا في كندا، ولا حدا بضمن نوعية وفاعلية واي شيء بالنسبة للمكملات. هذا من ناحية رسمية، يعني الـ FDA بترفع ايديها والهيلث كندا بيرفعوا ايديهم وبتركوا الموضوع لذمة وضميرة وضمير المصنع او الشخص مالك المصنع، اللي هو بمجرد زي ما حكينا لكم اوراق رسمية مع 10,000 دولار كندي ناخد ترخيص لعمل مصنع للمكملات. يعني بظل الموضوع ثقة الثقة بهذا الشخص، هل هو شخص جشع وبيحاول يلف ويدور في موضوع الرخص في المكملات، لأنه هذه كتير ممكن التلاعب في الجودة والنوعية والكمية وشغلات كتيرة، ولا هو شخص بحاول يحافظ على اسمه ويحافظ على هذه المكملات بصيغة جيدة وبحاول يوصلها للناس بطريقة أرخص من غيره. هلأ ما في رقابة وهذه المكملات هي مكملات غذائية، في منها قوي جدا وفعال جدا وبيساعد كتير، وفي منها بيكون زي علاجات بلاسيبو يعني علاجات نفسية، بس المكملات بالأسعار هذه مرهقة ماديا. يعني تصوروا أي واحد بده أقل شيء 4 مكملات شهريا، فيتامين دال 3 لازم يأخده، مغنيزيوم حيأخده، ممكن فيتامين سي أو مالتي فيتامينز من هالمعادن، وممكن مكمل رابع فطر عرف الأسد، هاي $100 في الشهر، وكل شهر بدك $100 يعني زيها زي الأدوية من ناحية الاستنزاف المادي. واللي بده يركن على المكملات ويترك موضوع التغذوي اللي هي أقوى وأشمل، التغذوي يعني الأكل والشرب اللي بنأكله وبنشربه، هذه المكملات اللي حتعطيك اشي طبيعي ومركب وجاهز للهضم وللامتصاص. فيش اشي مضمون، الغش كبير في حتى في المكملات. واخر شيء معلومة هيك على الماشي وذكرنا لكم اياها، مدام اي خلقة واحد بقدر ياخذ تصريح ويعمل مصنع ماشي للمكملات، وتطلع التكلفة عليه $5 بدل ما
يعني $5 تكلفة المصنع. طب إذا الدولة مثلا فتحت المصنع هذا، أو جمعية فتحت المصنع هذا اللي هدفها مثلا غير ربحي، فقط بدها توصل المنتج هذا ب$5 مش ب$30، يعني هل هذا شيء صعب؟ سهل جدا انك تعمل المصنع وتجيب المواد الخام وانت بس عبي. ليش طب ما في يعني في تحييد عن المكملات، بالرغم انه مصانع الادوية ما شاء الله منتشرة، بس المكملات ما في مصانع معدومة، زي ما انها حاسين انها محتقرة وما بدهم يعطوا رخص لأي مصانع مكملات في اي طول. كل اللي بنباع كلها براند نيم اجنبية ومستوردة، والمستورد وهذه أدوية يعني ومكملات غير مراقبة، ما حدا يعني لما يعبوها في كندا ولا في أمريكا ما في رقابة، ولا حدا بيوقف على رؤوسهم وبشوفوا شو قاعدين بيحطوا في المكملات هذه. ممكن يحطوا شغلات زي ما بدهم، ووصلوا هذه المكملات لأي منطقة بدهم إياها على أساس إنهم بيباعوا مكملات. وآخر شيء في سنة 1982 هذا، كيف ممكن استخدام المياه وتلويثها لعمل ضرر في منطقة طول كريم، منطقة عنابتة في الضفة الغربية. هذا كان 1982 تقريبا، أجوا المستوطنين على خزانات المياه تاعت المدارس البنات، وأضافوا في هذه الخزانات مواد كيماوية فقط لعملية وجود وتسريع العقم والسرطانات عند النساء عند البنات، لأنها مدارس البنات هذه، والبنات بيشربوا منها المياه هذه. فالطرق هذه مستخدمة من زمان، وهي شايفين كيف اخترقوا وبسهولة، تلفونات وبيجرز ومش عارف ايش، وكله عن بعد وبدون اي لا رقابة ولا قدروا يشوفوا شو اللي داخل هذه البيجرز. وموضوع المكملات خطير جدا، يعني اي شيء بدهم يدخلوه على جسمنا بيدخلوه من خلال المكملات، يعني صعب جدا انه يعملوا، مش صعب انهم يعملوا اي شيء. فاذا بتاخذوا اي مكمل فقط خذوا بعين الاعتبار هذه المعلومات اللي هي ما بنحكى فيها، بس من حكم تعامله دقيق في هذه الامور، يعني من خلال اخر 5 سنين في هذه المجالات. فبنعطيكم من الغرف المغلقة ومعلومات تهمكم فقط لعملية انكم تتنوروا شوية للشغلات اللي اي شغلة تدخلوها على ثمكم من برا، مش انتم سوا.